هنبتدي حلقتنا النهارده بكلام ايجابي عن التفاؤل والامل وازاي فعلا بيكون له تاثير كبير جدا خصوصا على الستات. وده مش بس وجهه نظري في الحياه، ده كلام دراسه علميه حديثه نشرتها الجمعيه الامريكيه لطب الشيخوخه. فمتخيله انه ده احنا طول الوقت بنقول ان الستات هم اللي بيتميزوا بالتفاؤل والسعاده، طلعت كمان الدراسه عشان تقول ان احنا صح. احنا متاكدين من الكلام ده اصلا يا ساره، مش محتاجين دراسات ولا محتاجين حد ياكد لنا المعلومه. بس انا طبعا لما يعني قريت الدراسه دي لقيتها بتقول ان الستات يا جماعه المتفائله اللي بتبص دايما على نص كوبايه المليان كده هي اللي بتعيش اطول من الستات المتشائمه. في ستات بتاخد كل حاجه يعني على اعصابها وتتعب نفسها وتفكر في الحاجه ألف مره وتفضل كده على طول تحس ان هي شايله الهم وتحس ان هي عماله تفكر، طب انا ابني مثلا ما راحش التمرين، طب هو ايه اللي هيحصل، وبتعمل من الحبه قبة على زي ما بيقولوا. يعني انا فعليا ليا مثلا صاحبتي كانت بتعاني من القصه دي طول الوقت، يعني عايشه في قلق وتوتر وخوف، وده بيخليها يعني عرضه حتى ان هي كمان دايما في نظره تشاؤميه للحياه كده بشكل عام، وده بيأثر على نفسيتها لدرجه يا ساره ان هي مره دخلت المستشفى من كتر ما التوتر عندها كان واصل يعني للسقف. عارفه فعلا بجد الحزن مش كويس جدا على القلب، مش كويس جدا على الصحه النفسية للإنسان. فالدراسة دي كمان قالت حاجة هايدي اتعملت الدراسة دي على مين بقى؟ على 160 ألف ست بتتراوح أعمارهم من بين 50 و79 سنة، والباحثين فضلوا شغالين على الدراسة دي لمدة 27 سنة كاملين. فمتخيلين حضراتكم الرقم كبير قد إيه؟ متخيلة يا هايدي 160 ألف و27 سنة. فإحنا لازم نمشي ورا الدراسة دي وإحنا مغمضين نصدقها كده على طول. يعني أكيد بقى النتيجة دي مؤكدة وصلوا ليها بعد بحث طويل جدا وعميق. متخيلين ان هم كمان يعتبروا عملوا ابحاث على 160 الف واحده على مدار ال 27 سنه دي، يعني تقريبا انا اعتقد مثلا 3 عقود من الزمن بس شغالين على القصه دي. يطلع بقى وقاي ونتائج حالات حقيقيه جدا. فمعنى كده يا جماعه ان الدراسه دي دقيقه جدا ولازم ناخد كلامهم على محمل الجد يا ساره. يعني النهارده لازم نكون متاكدين ان فعلا النظره التشاؤميه مش بس بتاثر العمر، هي كمان بتخلينا عايشين الحياه اللي احنا عايشينها كمان في هم وعدم رضا واحساس طول الوقت ان ممكن حاجه تحصل وحشه. مظبوط يعني عندك حق والله، فعلا التشاؤم ده شيء سلبي وحاجه مش كويسه ابدا ابدا. علشان يوصلوا بقى للنتيجه ياها دي سالوا ايه او عملوا ايه؟ سالوا الستات في البدايه في بدايه البحث عن نظرتهم للحياه ومخاوفهم من المستقبل وازاي بيفكروا في بكره. توصلوا لانه الستات المتفائله ايه اللي بيحصل لها؟ بتعيش لحد عمر 90 سنة، وفي أسوأ يعني الحالات بيوصلوا لعمر 83 سنة يعني. على الأقل ده اللي بتقوله الدراسة، ودي توقعاتهم ودي نتائجهم. فأنا عايزاكي طول النهار تمشي تضحكي كده، عارفة اضحكي ومش مهم عشان إيه، حتى لو حد قال لك أنت مجنونة قولي أنا مجنونة. بصي أنا شفت بعيني بصراحة، يعني طبعا الأعمار بيد الله وكل حاجة، بس أنا شفت بعيني في واحدة كانت حتى كنا قايلين حالتها في البرنامج عندها 90 سنة تقريبا وقررت إن هي تجازف وتعمل سكاي دايفنج وتنط من الطيارة. فدي يا جماعة معناها إيه؟ إن هي عايشة كل لحظة في حياتها كأن أنا صغيرة، أنا روحي صغيرة وأنا هعمل الحاجة اللي أنا عايزاها. إحنا النهاردة بنتكلم على الحاجات اللي تخليك كمان تعيش كده حياة مريحة وهادية، حياة فيها حياة بجد. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا ما تحسش ان عمرك كده بتسرسب منك من غير ما تستمتع بكل لحظه فيه. فجاه مثلا واحد تلاقيه عنده النهارده 50 سنه ويقول لك هو انا كنت بعمل ايه في ال 20 سنه اللي فاتوا؟ هو انا امتى كملت 40 سنه؟ وانا امتى كملت 50 سنه؟ انا كل اللي فاكره اني بصحى من النوم اروح الشغل واقابل العيال بالصدفه كده واعملش اي حاجه في حياتي جديده. اتعرف عليهم. طب يا جماعه ادينا اهو على اعتاب الاجازه، ارجوكوا بقى اسبوع امرحوا فيه، اتبسطوا واستمتعوا وافصلوا زي ما قلنا لكم في الاول. حلوه امرحوا دي، دايما بتفاجئيني بصراحه. يعني والله بجد الكلام ده انا بحس ان هو بينطبق على الشعب اللبناني جدا. ناس بتحب
بتحب الحياه وناس مبسوطه طول الوقت، عشان كده تلاقيهم دايما بيضحكوا ومبسوطين بيستخدموا بيستمتعوا بحياتهم جدا جدا، صح ولا انا غلطانه؟ انا بعشق اللبنانيين حبايبي دول. طيب تفائلوا كمان دايما بالخير يا جماعه، ده مش معناه انه الحياه بمدي، اكيد انا ما بقولش كده خالص، طول الوقت في اكيد مشاكل ضغوطات وصعوبات صعود ونزول وتحديات، لكن بقول لك يعني انه اعرف ان جوه كل محنه منحه، وانه دايما العسر بيجي بين يسرين، ويعني افتكر كده الايه الجميله اللي بتقول من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فتحس انه في امل كده وتحس انه ربنا ان شاء الله شايل لك الحاجه الكويسه. لو بصيت للمشاكل بالشكل ده حياتك هتختلف جدا، ولازم تعرف كويس ان كله بيعدي، مفيش حزن دايم ولا في فرح دايم، لازم كل فتره كده تعمل لنفسك مود مختلف تفصل بيه، حتى لو هتصحى مثلا بدري شويه تقرا كتاب، تسمع شويه مزيكا، تسمع ام كلثوم، ايه يعني؟ تشرب كوبايه القهوه كده في البلكونه او في الجنينه بتاعتك وتبتدي يومك الجميل وانت سعيد ومبتسم، هتلاقي يومك ده عدى بسرعه واليوم بقى جميل وحلو قوي. الله عندك حق والله يا ساره، وفعلا ربنا بيبعت مع المحنه منحه، منحه بقى ان انت تبص لكل الحاجات الايجابيه في حياتك وتشوف كده ان يا جماعه ساعات الواحد للاسف احنا بشر كلنا بنتعود على النعمه، بنتعود على وجود الحاجه حوالينا وما بنحسش بقيمتها اصلا، فساعات الابتلاء او المحنه لما بتيجي بتفوقنا، بتحسسنا انه لا انا في تفاصيل كتير جدا جدا في حياتي ممكن النهارده فعلا فعلا تكون فارقه جدا، ممكن نعمه الصحه، نعمه الهواء اللي انت بتتنفسه، نعمه الحمد لله يا رب الواحد بيصحى من نوم الصبح كده ويلاقي اهله حواليه، نعمه الصحه كمان دي مهمه جدا جدا جدا، ان زي ما قلت لكم يعني الواحد في حاجات كتير قوي في حياته وتفاصيل مش حاسس بقيمتها، بس الحمد لله دي الكلمه اللي لازم دايما نقولها ونكون متفائلين ان العادي موجود، احنا مش عايزين ازيد من العادي، لان العادي ده لوحده اصلا نعمه كبيره جدا جدا جدا، ربنا يا رب يديمها علينا ويعافينا ويعافيكم يا رب من اي حاجات وحشه مفاجاه ولا اي حاجه وحشه.